بعض الناس بيعملوها، إن يكون عندهم اسم مختلف عن اسمهم الحقيقي وبيطلقوا عليه اسم الشهرة، وبغض النظر عن إن ده صح ولا غلط، فده لما بيحصل بيكون في أسامي البشر. لكن إن يكون في رواية ليها اسم شهرة فده غريب، ولما تكون الرواية دي لأديب كبير قوي فده بيكون أغرب، ولما يكون اسم الشهرة طاغي أكتر بكتير قوي من اسم الرواية فده بيكون أغرب وأغرب. عبد الغفور البرعي هو اسم الشهرة الكبير جداً لرواية إحسان عبد القدوس لن أعيش في جلباب أبي، عن قصة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، كتب لها السيناريو والحوار مصطفى محرم وأخرجها أحمد توفيق، وبيعد المسلسل ده أحد أهم وأبرز كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية، وحقق ملايين المشاهدات من أول ما اتعرض ولحد دلوقتي، وكان فيه الدويتو الأجمل والأحلى والأقرب للقلب، وهما عبد الغفور البرعي وفاطمة كشري. المسلسل كان بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، منال سلامة، وفاء صادق، ناهد رشدي، ياسر جلال، ومعهم طبعاً أصحاب المقامات الفنية الكبيرة: عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، مخلص البحيري، خليل مرسي، مصطفى متولي، فاروق الرشيدي اللي هو فهيمة فندي، وسهير الباروني. العرض الأول للمسلسل كان يوم 21 يناير 1996 في شهر رمضان، وما زالت لغاية دلوقتي حلقة فرح ثانية من أجمل حلقات المسلسل بسبب مشاهد تجهيز الأكل والإقبال على البوفيه والأزياء والفقرات الفنية. المشهد ده على فكرة اتصور في يوم كامل، والكيس الأسود اللي كانت بتلم فيه سهير الباروني الأكل كان مش متفق عليه وفوجئ بيه الممثلين وقت التصوير. من كواليس التصوير برضو إن الفنانة منال سلامة كانت حامل في الواقع، وكان في مشاهد مفترض فيها انها لسه آنسة مش متجوزة، فكانت المشاهد دي بتتعمل وهي قاعدة او ان اخواتها دايما يبقوا واقفين قدامها. لكن لما اتجوزت خضير في احداث المسلسل وخلال فترة الحمل بقى في الاحداث برضو، كان ده حمل حقيقي. فاحد المشاهد كانت الفنانة عبلة كامل خايفة تعمله قوي، احسن ناس طبعا تزعل منها. ايه بقى المشهد ده؟ كان المفروض انها بتضرب حد من بناتها بالشبشب، وقتها كل بناتها في المسلسل شجعوها وقالوا لها: كل الأمهات عملوا فينا الحركة العظيمة دي. دوقوا المزاهر يلا يا للبيت تعالوا، جمعوا ويوفقوا الله سادة. قولي يا حاجة، انتوا عازمين كم نفر يا أختي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. العريس وأبوه وأمه وأخته، وصار كم واحد كده معاهم؟ يعني تفتكر الأكل ده هيقضي؟ يقضي ده يقضي ويقضي ويقضي، ده يقضي جرمه، ده ياكل حي الزمالك بتاعكم ده كله. ده انت عامله شيء وشويات. قولي لي يا اختي، انت عامله كام ديكرون؟ الديكين اللي قصادك دول وكل فرن جوه فيه ديكين. وكم جوز فراخ؟ 11 جوز. لا ده يكفي قوي 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 قوي، ده كتير قوي، دول هيروحوا مشتحين من الاكل. عبله كامل محمد عفيفي هو الاسم الكامل للفنانه عبله كامل، اللي اتولدت في يوم 17 سبتمبر 1960 في محافظة البحيرة، ودرست في كلية الأداب وتخرجت منها سنة 1984. بداية عبلة كامل كانت في المسرح الجامعي، وفي أحد العروض المسرحية كان حاضر المخرج الكبير يوسف شاهين، وقدمها لأول مرة في فيلم وداعاً بونابرت سنة 1985، وفي نفس العام قدمت الجزء الثاني من مسلسل الشهد والدموع وفيلم الطوفان. في عام 1986 قدمت ثلاث أفلام، هما اليوم السادس، وللحب قصة أخيرة، والبنات والمجهول. عبلة كامل من الفنانات القليلين جداً اللي ممكن يخلونا نضحك وبعديها ممكن يخلونا نعيط. وبعد فيلم الليمبي قدمت عبلة كامل أعمال سينمائية كتير كنجمة شباك، زي خالتي فرنسا، وكلم ماما، وبلطية العايمة، وسيد العاطفي، وعودة الندلة. القدرات التمثيلية عند عبلة كامل مقنعة جداً، لدرجة مثلاً إنها تقوم بدور أم ناهد رشدي في المسلسل مع إنها أصغر سناً، وتقوم بدور الحما لإيناس مكي اللي هي عملت دور روزالين أو أمينة بعد كده مع إنها برضو أصغر سناً. من أشهر أعمال عبلة كامل الأخرى مسلسلات حديث الصباح والمساء، ريا وسكينة، عفاريت السيالة، العندليب، أين قلبي، هوانم جاردن سيتي، وليها تجارب مسرحية مهمة زي مسرحية وجهة نظر ومسرحية الحدث. وبمناسبة الأكل اللي كان في فرح ثانية، هكلم حضراتكم دلوقتي عن زيادة الوزن في شهر رمضان. يا بضحتك يا دودي، يا بضحتك يا دودي. يا يعني يا ماما أنا مش قادرة، أنا خلاص مش عارفة أعمل إيه. شفت الفرقة يا ماما؟ شفت الفرقة البلدي اللي كانوا جايبينها؟ أنا اتفضحت قدام أصحابي خلاص. يعني يا ماما
عدلك، عقبال عدلك، عدلي ايه بس؟ لا انا مش ممكن حتى. طب انت شفت الست اللي شدتني وعزاني قال انا ارقص. خلاص بقى يا دودي، نبيل هو اللي اختار. وبعدين انا رايي ان ابننا وقع في جوازه ما يحلمش بيها ابدا. طب وفضحتنا يا بابا؟ يا جماد العدوين فينا، انا لو اعرف كده ما كنتش عزمت حد. انا كده اتفضحت، قال ايه؟ كنت بعيب على الرقاصه اللي جابها كمال لبنته فريده. اعصابك يا دودي يا حبيبتي مش كده، كل اللي انتوا بتعملوه ده ما منوش فايده، بكره الناس تنسى وكل شيء يروح لحاله. وهي دي فضيحه تتنسي؟ اهلي لو عدت يا حبيبتي. تصدق ليلتهم كانت حلوه. الحمد لله، ربنا يسعدها ويهدي سرها. ده بس مش احلى من ليلتنا. امال ايه؟ على الاقل ليلتنا ما كانش فيها الفرقه الانتيكه دي. الاعتقاد السائد عند معظم الناس، وهو ان الوزن لازم يزيد في شهر رمضان وتكمل الزياده دي خلال العيد، طبعا ده انطباع خطا. في رمضان فرصه كبيره جدا ان احنا ننقص الوزن مش نزوده، وده ببساطه باننا نتبع نظام صحي فعلي مش مجرد كلام. الوزن ممكن ينخفض في رمضان من 8 الى 9 كيلو للرجال، ومن 7 الى 8 كيلو للسيدات، وده على فكره خلال اول اسبوعين بس في الشهر. في النص الثاني بقى من رمضان ممكن النقص يكون من 4 الى 5 كيلو للرجال، ومن 3 الى 4 كيلو عند السيدات. الجسم في الصيام يا جماعه بيفقد المياه الزايده المختزنه في الانسجه، وبيستخدم السكر اللي مختزن في الجسم وتحديدا في الكبد والعضلات، بعد كده بيستخدم الدهون، بعد كده البروتينات الاحتياطيه اللي بيحولها لسكر، ودي اسمها لبنات العضلات. هو ده غذاء الجسم خلال الصيام. يعني في الصيام ببساطة الجسم بيخفض وزنه لوحده من غير ما احنا نحفزه، بيتخلص من كل اللي ملوش لازمة، وبيحصل على ما يفيده ويبقيه بنفس الكفاءة من خلال المخزون الداخلي. يعني احنا لما بنلتزم في الأكل من الفطار للسحور، فاحنا كده بنحافظ على فقدان الوزن اللي بيحصل بشكل يومي، ومع الأكل المنضبط والحركة المتوازنة بعد الفطار، فاحنا كده ممكن ما نخسرش الفوائد اللي حصلت خلال فترة الصيام. يبقى أهم حاجة إيه؟ إن الكميات تكون قليلة، يعني ناكل من كل حاجة بس الكميات قليلة. بلاش حاجات ملهاش علاقة ببعض في نفس الوقت، زي الحلويات مثلا بعد الفطار على طول. بلاش أكتر من نوع غذائي في نفس المجموعة، يعني مثلا بلاش جلاش ورز. بلاش أكتر من نوع بروتين. بلاش فاكهة وحلويات، وطبعا الفاكهة أفضل. لازم كمان نقلل المشروبات الرمضانية اللي بتحتوي على سكر زايد قوي، ونقلل الحوادق اللي بتخلي الجسم يحتفظ بالمية جواه. سبب رئيسي من الأسباب الكتير اللي خلت الناس كلها تتعلق بعبد الغفور البرعي أو لن أعيش في جلباب أبي، كان قصة الصعود العظيمة اللي عملها عبد الغفور البرعي، واللي ما كانش أي حد ممكن يتوقعها. خفض الوزن في رمضان، أو على الأقل الحفاظ على الوزن، مهمة أكيد أسهل بكتير قوي من مهمة عبد الغفور.